السلام عليكم ورحمة الله. اليوم هنبدأ محاضرة جديدة اللي هي اختيار التيبرد رولر بيرينجز. أول شيء هنحكي عن مكونات رولر بيرينج. التيبر رولر بيرينج تتكون من أربع مكونات أساسية اللي هي الكون الانر رينج والكب الاوتر رينج والرولرز نفسهم والسبيسر أو الكاج اللي بيشيل الرولرز. سنطلع على صورة هين. عندي هذه هي الانر رينج او الكون، وهذا الكب، هذه الرولرز، وهذا الريتينر اللي بيحمل وبيعمل بيفصل الرولرز عن بعض. هناك أربع مكونات رئيسية، لكن البيرينج بتيجي قطعتين، بيجي الكب قطعة لحال وبيجي الكون والرولرز والريتينر قطعة تانية، بيكون قطعتين أو تو سب أسيبلز. هم أربع كومبوننتس اللي هي الكون والكب والرولرز والريتينر. الآن تيجي التو سب أسيبلز اللي هي الكب وان سب أسيبلي. أنظر سب أسيبلي تتكون من الكون والرولرز والريتينر. طبعا الدايمنشنال كاركترستكس في عندي البور القطر الداخل للبيرينج، طبعا هذا هو الكون هذا الكب. الكون في الفرونت فيس في باك فيس، الكب هاي فرونت فيس باك فيس، يعني لما نركبهم بيجي عكس الفيس هاي مع الفيس، وهي راكبة زي هيك، هاي فيس مع فيس، معناته هنا عندي فرونت فيس هين كب باك فيس، كون باك مع كب فرونت. في عندي العرض الكب اللي هو سي، في عندي عرض الكون اللي هو بي، في عندي عرض البيرينج جاي من هين لهين اللي هو البيرينج ويدث. في عندي الاوتسايد دايميتر، طبعا في فيلتس عند الكب فيس باك فيس راديوس، هنا عندي الكون فرونت فيس راديوس، عند الكون باك فيس راديوس. فين الرب هذا اللي بسموها الكون باك فيس رب، هذا رب. في عندي النقطة جي هي location of effective load center. load center بيأثر على النقطة جي، يعني جاي تقريبا ماخذين هذه مناصفة وعاملين عمود على هذه مسقطينها، فالمسافة A اللي هي بعد load center عن الكون back face ومعرفة بالنقطة جي، يعني reaction load موقعه على البيرينج بيكون عند نقطة جي، الرياكشن لود بيكون عند نقطة جي ما بيكون في النص. زي ما حكينا البيرينج المجمعة مكونة من تو سب أسيمبليز، الكون أسيمبلي مكونة من الكون رولرز وال كاج او الريتينر والكب سب اسيمبلي. يعني خلينا اصلح اوف تو سيبرابل سب اسيمبليز. البيرينجز ممكن تكون سنجل رو او تورو، راس تورو بيكونوا عكس بعض الميلان عشان يشيلوا ثرست باتجاهين، وفي عندي فورو 1 2 3 4، وفي عندي الثرست بيرينج. ثرست بيرينج عندي
هاي وان بارت والبارت تحتها نفس الاشي، وفي عندي رولرز وعندي ايش الريتينر. الان اللود على البيرنج بيكون راديال لود او كومبينيشن بين الراديال والاكسل، يعني ممكن يكون راديال واكسل لود او راديال وثراست لود. حتى لو كان راديال لود، حتى لو كان راديال لود فقط، الان راديال لود ممكن انا اعمل له two components. هذا الراديال لود ممكن اعمل اجزء له two components، مظبوط. هاي one component وهاي one component. في الاخر somehow نتيجة الميلان الراديال لود بيعمل induced thrust load، بيعمل induced thrust load نتيجة انه في عندي ميلان. وجود الثراست لود دفع معاكس بيحاول يعمل سيباريشن، بيحاول يفصل التو سب اسمبلز. احنا حكينا تو سب اسمبلز، واحدة اللي هي مكونة من الكب والثانية يكون مع الرولرز مع الريتينر. عشان اتجنب لازم I have to apply thrust load عشان امنع السيباريشن وعشان اشيل الثراست لود، يعني هاي هدفين. الان دائما لما بستخدم رولر بيرينجز بيستخدموا تو بيرينجز عكس بعض، بحيث لو كان الثراست بهذا الاتجاه البيرينج اللي هين بتشيل، اذا كان في اتجاه المعاكس البيرينج الثانيه هي اللي بتشيل. الماونتينج نرجع على الرسمة، خلينا عشان ما يصيرش خربشة هين. طيب اطلعوا، خلينا نطلع، احنا حكينا هذا، هذا ايش الكون فرونت فيس، هذا الكون باك فيس، وهذا الكب فرونت فيس، وهذا ايش الكب باك فيس. طلع البيرنج هذه، لاحظوا هذا ايش الفرونت فيس تاع الكون، فرونت فيس تاع الكون، وهذا الباك فيس تاعت الكب. هين 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 باك للكب، لو طلع على الكب هين باك وباك، صح؟ طلع تجميع لتحت، عندي لاحظوا مختلفة. الآن عندي لما أجمع هذه، هاي عندي الفرونت، الفرونت أو هاي الفرونت، الفرونت وباك، الفرونت وباك مقلوبة. آه صحيح، أيوة الفرونت وباك. آه فهذا حتكون دايركت ماونتينج،
هذه اندايركت ماونتنج. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها اوضح. عندي التو بيرنجز طلع هذا الدايركت ماونتنج، هاي الفيس فرونت فيس وهاي ايش فرونت فيس، يعني الى الانر رينج او الكون هاي عندي باك هاي باك باك تو باك دايركت. هين طلعوا هين فرونت فيس، فرونت فيس للكون مع فرونت فيس، يعني هين فرونت مع فرونت كويس. هين ركزوا على واحد الكون، هاي الكون، الكون باك مع باك، الفرونت الاندايركت فرونت مع فرونت، فهذا يسميه اندايركت ماونتنج وهذه الدايركت ماونت. طبعا يعني بيأدوا نفس الغرض بس بيختلف. الاندايركت ماونتنج تاخذ سبيس اقل، يعني لو كان الشافت شورت بدك تكون خلي الشافت قصير يفضل تستخدم اندايركت ماونتنج. اذا كان في عندك طول كافي للشافت ممكن تستخدم ايش دايركت ماونتنج. طبعا انتبهوا برضو على الشولدرز، انتبهوا على الشولدرز، هين شولدرز جاي من النص، هين الشولدرز جاية من برا. بس تركيز اساسي اذا كان عندي دايركت ماونتنج بيكون الكون باك تو باك، اذا كان اندايركت ماونتنج الكون بيكون فرونت تو فرونت. هاي الفرق بين التجميعتين. هذا جزء من كتالوج لشركة تيمكن، معطيني اللي نحكي الدايمنشنز الأساسية لتيبر درولر بيرينج سينجل رو ستريت بور. ستريت بور يعني في بعض البيرينجز بيكون فيها تيبر خفيف، فيها زاوية خفيفة، هذا ستريت. الآن طبعا هذا هو البور دي، هذا قطر الكتف اللي حركب عليه الشافت، عندنا الكتف اللي حركب عليه الهول الدي كابيتال اوتسايد ديميتر. طبعا هو ايش مجزل شركة تيمكن، في عندي دي سمول اللي هي البور، وعندي الدي الاوتسايد ديميتر دي كابيتال، وعندي التي اللي هي الثيكنس تاعت البيرنج. ومعطينا احنا حكينا تيمكن كومباني تعمل ريتنج للبيرنجز تاعتها عند 3000 ساعة، 3000 ساعة at 500 RPM. معطيني الريتنج at 500 RPM for 3000 hours اللي هي الـ L10 life. عندي معطيني الراديال capacity والثرست capacity، ومعطيني فاكتور K، K اللي هي بتساوي الثرست على الراديال، الـ K هيك definition. بعدين هو معطيني عملها الكي بيساوي الثرست على الراديال، او العكس، العكس راديال على ثرست، راديال على ثرست لان اكبر من واحد. معطين هو عامل الان هو على ارض الواقع البيرنج هذه عباره عن تو سب اسمبليز اللي هي الكون سب اسمبلي والكب سب اسمبلي. الكون صاب اسمبلي مكونه من الكون نفسه والرولر بيرينجز والريتينر، الكب فقط الكب، فهو معطي تو بارت نمبرز، معطي بارت نمبر للكون وبارت نمبر للكب. معطينه مواصفات الكون ومواصفات الكب، معطينه مثلا للكون بيلزمه البي الدي بي الدي اتش، ونفس الاشي للكب معطيني الفيلت راديوس والسي والدي بي والدي اي. طبعا الجيومتريك دايمنشنز هذه البي والديز مبين عندي هين في الشكل هذا. هو نفس الريتينر، هو اسمه ريتينر، هو الكاج ريتينر سيبريتور كاج. هو انه بحط انه بفصل البيرينجز عن بعض عشان ما يصيرش فيهم كونتاكت، وبالتالي بتوزع توزيع اللود بشكل منتظم. طبعا لما يجي يركب هين التجميع تاعتها انا عامل
احنا حكينا باك تو باك بتكون دايركت. هذه دايركت ماونتنج اللي انا مبينها. الشافت معناته حيركب بالشكل هذا. هذا الشافت. البادي تاع الماشين حيكون عشان توضح لكم هذه الدي بي دي بي وهذه اللي هي الدي دي دي كابيتال بي. طبعا الاذر ديز تستخدم في حاله الماونتنج كان معكوس اندايركت ماونتنج. طيب المحاضرة الجاي بنكمل. يعطيكم العافية.